والله التكريم جميل وبيدي الواحد حقه يعني الى حد ما في المجهود اللي عمله في رمضان اللي فات، وبسعد كمان بالناس اللي موجوده وفرحانه ان الواحد واخد جايزه الحمد لله. صفحتك قلب الدنيا، وخصوصا بعد ما قلت له روح يا اخي ربنا ياخدك حبيبي. رايك بقى الحكايه؟ ربنا يرجع لنا الفنانه جميله شيرين بألف سلامه ويبعد عنها كل شر وكل ولاد سوء، وان شاء الله ترجع احسن من الاول، وهي فنانه كبيره وكل الناس تقف يعني في مشاكل ومواقف وان شاء الله كله بيعدي يعني. سمعت الساعه وربع المداخله اللي مع عمرو اديب بتاعته امبارح؟ لا 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 تعليق، لا تعليق، لا 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 الدور الوسط الفني عشان يقوم شيرين ويعديها من الازمه اللي هي والله كل الناس تقف جنبها وتشجعها ويحسوا انها هم حواليها، ما تخرج بالسلامة هتلاقينا كلنا حواليها ان شاء الله. اكيد. عايزين نتكلم بقى عن حماده هلال، ما شاء الله بتتكرموا مع بعض دايما ونجاح مستمر، فتكلمنا عن الشغل مع حماده والمداح ثلاثة كمان ابتديتوا فيها. الشغل مع حماده جميل والله بجد، والله راجل طيب ومتدين ومحترم، وكذلك المخرج الاستاذ احمد سمير فرج، من اللوكيشنات اللي بستريح فيها جدا جدا، وبخلص شغلي في روقان وهدوء وبعمل الشغل وانا بمزاج يعني. اتعودنا منك خلاص المداح بيبين بشخصيه ثانيه، في حاجه بتجهزها ثاني ولا لا؟ مش هقول لك. لا مش هقول لك. اه يبقى في حاجه حلوه ان شاء الله. لا بقول في حريم كريم مبدئيا ان شاء الله الجزء الثاني بقى فيه خلاص باذن الله، وبعد كده هبقى اقول لك برضه. يلا سلام. طب عايز بس ياسمين عز، انت قلب الدنيا وانت حاطط عليها برضه حاطه جامده قوي. مين؟ ياسمين عز المذيعه بتاعه الرجاله كل حاجه، بتدلع الرجاله. ياسمين بتاع ام بي سي تعرفهاش؟ طيب انا عايز اشوف.